من سنتين كان في عميل عايز يستثمر فلوسه، بس كان خايف من الخسارة والمخاطر اللي بيسمع عنها وممكن يتعرض لها. وبعد زيارته لينا في تيرنينج بوينت قدمنا له أول استشاراتنا الاستثمارية ودراسة جدوى أفضل المجالات والشركات اللي يقدر يستثمر فيها وهو مطمن. ووقع الاختيار على الاستثمار في شركة ناجحة داخل مجال الشاحنات والحاويات. وبالفعل بعد سنتين من الاستثمار حققنا لعملنا نتائج ناجحة جدا، واللي سجلت دلوقتي إجمالي عائد استثماري بنسبة 350% مع متوسط عائد سنوي يبلغ 121%، واللي بتفوق على كل معدلات التضخم ويعتبر أعلى عائد في السوق. تيرنينج بوينت، بداية طريق نجاحك. تيرنينج بوينت، استثمر وانت مطمن.